هلا في انا راح اعمل الباور اللي رايحه هون راح اركز لاني بس بدي احسب لهي الدائره لو بدي احسب لهي لازم اخذ في 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 افريج في اي افريج او في ار ام اس في اي ار ام اس هلا هون عندنا بالحاله هاي خلينا نشوف هلا قديش عندي هون الفولتج او بقدر اخذها اي اي عندي هون بيساوي كان قديش كانت قيمته 50 عندي اي اي بيساوي 50 بوينت قديش كان 32 شوف بلا ارجع للحاله السابقه قديش كان الكرنت فيها 50.23 وهذا لاحظوا انه دي سي فهو نفسه الار ام اس مضبوط بعدين عندنا الفولتج هلا 106.38 فعندي في اي هون 106.38 فصارت الباور راح ياخذها اللود هو اي اي في في اي اللي هو عندي 106.38 في هذا الريبور هاي الريبورت هلا الابارنت باور ايش راح تصير فيه راح احسب بدنا ار ام اس طبعا طلع اي ار ام اس اللي هون بس لاحظوا اي ار ام اس كيف شكله الكرنت اللي جاي من السورس هي سكوير فسكوير وين بس في فترات فيه اوف هي عفوا هذا الكرنت هي الكرنت هذا بتعرف تحسبه الار ام اس تبعت هاد اه قانون قديش الواحد على 2 تكامل بالفي تبعته 50 هاي هون 50.23 وهاي -50.23 مظبوط فالار ام اس اي سورس ار ام اس جذر 1 على 0 جذر 1 على 0 هلا الطريقه اللي انا بحسبها فيها باخذ قديش نسبه الاون هلا هاي المسافه هون 82 مظبوط 82 من 0 ل 180 في 82 اوف فبصير عندي 180 -82 على 3 على 360 هاي مضروبه في 50.23 تربيع زائد الفترة الثانية نفس الشيء بس عندي ماينس 50 فبصير الفترة الثانية 180 ماينس 82 على 360 في ماينس 50.23 تربيع والتي 180 كم؟ نعم والتي كامل تقسم على التي هنا كاملة؟ ما هو انا قسمتها 360 قسمتها 360 يعني عمالنا بنقول هون في فترة زيرو ما راح تأثر عليك مش راح تعطيني ار ام اس في فترة اللي هي هون 50.23 ربعتها وضربتها في الزمن تبعها وفي فترة ثانية ماينس 50.23 ربعتها ما أثرتش الإشارة لأن ربعتها وضربتها في الزمن تبعها الزمن تبعها 180 82 ناقص 180 على 360 فبيطلع معي الـ I R M S بالحالة هاي 37.03 هذا أمثل هذا الـ R M S تبع السبلاي اللي جاي من هون هذا الـ R M S تبعه قديش؟ احنا معطيني اياه بالسؤال 208 مزبوط مضرب 208 في اي ار ام اس راح يعطيني الابارنت باور فاس راح تصير عندي اللي هي الابارنت باور اس بتساوي 37 في 208 37.03 208 فبتطلع معي هاي ايش وحدتها؟ فولت امبير فولت امبير 77.02 في اي فالباور فاكتور الان بيصير بي اوفر بي على اف بي اللي هي كانت قديش وينها 5343 طبعا اذا طلع معك بي اكبر من اس معناها عاملين شيء غلط اه لازم اقل من هيك فالباور فاكتور بيساوي بي على اس ويساوي 5343 على 7702 اللي بتطلع معنا الباور فاكتور 0.694 لاجنج هلا سبب انه لاجنج انه احنا عمالنا بنأخر الفايرنج انجل فراح نلاقي انه الفولتج متأخر عنه الكرنت متأخر عن الفولتج وبرضه كمان في سبب ودستورشن فبيطلع الباور فاكتور 0.694